بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناه سموكو. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم واحد الطريقه اللي من خلالها يمكن لك انك تربح عن طريق المحتوى الاجنبي. يمكن انك تستعمل محتوى اجنبي في الانترنت. هناك الكثير من الطرق اللي سبق لنا ان تطرقنا لها يعني في الفيديوهات السابقه في القناه. ففي حال فاتك يعني اي فيديو، حاول فقط ان تقوم برجوع القناه ومشاهده الفيديوهات السابقه. بالنسبه لحلقه اليوم سوف نعتمد فيها على موقع ممكن نقول على انه الكثير من الاشخاص لا يعرف هذا الموقع. دور هذا الموقع انه يغنيك عن استعمال برامج المونتاج، بحيث انه هو نفسه تقوم بصناعه الفيديو، تقوم بجعل يعني الكتابه صوت، وهو يعطيك يعني كومبليتات او يعطيك قوالب تقوم باستعمالها انت فقط. كل ما تقوم بفعله هو انك تقوم بتتبع المراحل التي سوف نقوم بالشرح عليها والابداع قليلا في انشاء الفيديو. كما سنرى في هذا الفيديو لن اقوم بشرح كل شيء في هذا الفيديو، هذا فقط فيديو تعريفي للموقع. حاول ان تقوم بالعمل عليه والتدرب عليه حتى تشاهد وحتى تتعلم جميع مميزات هذا الموقع وكيفية استعماله، وحتى تبدع اكثر في هذا المجال. يعني لا يمكن ان اقول لك او لا يمكن ان استهدف يعني نيتش معين يعني من اجل العمل عليه في هذا الفيديو، لان الكثير من الاشخاص من سيتبع نفس النيتش وبهذا لن يبقى النيتش، يعني فقط لان الكثير من الاشخاص سوف يعتمد عليه وحينها سوف تصبح منافسة كبيرة على هذا الكلمة المفتاحية. على العموم انت حاول ان تبحث، حاول ان تبذل القليل من المجهود. كل ما علينا نحن هنا ان نساعدك فقط من اجل بدء مرحلة الكسب ومرحلة الربح من خلال اليوتيوب. لا تنسى كذلك ان تقوم بدعمنا من خلال ضغطك على زر سبسكرايب اسفل هذا الفيديو، ولا تنسى كذلك ان تقوم بتفعيل الجرس من اجل التوصل دائما بجديد القناة. تابع هذا الفيديو. عدنا لكم مرة أخرى في قناة سمو برو. فهذه هي واجهة الموقع، تظهر معك بهذا الشكل الذي تشاهده معي الآن. فطريقة عمل الموقع هي سهلة وبسيطة، كل ما عليك فقط أن تضغط على Start Your Free Trial في هذا المكان، بحيث أنك تقوم بعمل حساب أظن يعطيك يعني مدة 7 أيام. هذا الحساب يمكن لك استغلاله للمعلومة فقط، فالفيديو الذي يتم إنشاؤه لا يعطيك يعني علامة مائية خاصة بلوجو لهذا الموقع، فقط هو يعطيك يعني 7 أيام تجربة، تقوم بتجربة الموقع بحيث أنك تشاهد يعني هل هو جيد أم لا، حينها تقوم بشراء عضوية في الموقع. في حال كنت تريد يعني فقط الاستفادة من الخدمات المجانية فقط قم بإنشاء إيميل، قم بإنشاء فيديوهات. بعد أن تقوم بإنشاء الفيديوهات تقوم بإنشاء إيميل آخر جديد، تقوم بإنشاء فيديوهات لمدة أسبوع وإلى غير ذلك. على العموم يعني سأقوم هنا بالدخول وكتابة اسمي. أوكي. هنا سأقوم بكتابة الأدرس. هنا Get Access Now في هذا المكان، بحيث أنتظر إلى أن يعطيني الصفحة الخاصة ب يعني الفيديو التعريفي. سأنتظر هنا كما شاهدتم معي. Congratulations on signing up. فقط فيديو تعريفي للموقع. في حال كان لديك منتج تريد أن تقوم بعمل له فيديو إعلاني، فقط تقوم بعمل هذه الخطوات التي سوف نقوم بشرحها لكم في هذا الفيديو. على العموم سأقوم بالدخول إلى الجمال الخاص بحيث أنني أقوم بعمل confirmation لحسابي في الموقع. يعطيك هنا يعني your content يعني أنها صالحة لمدة يعني 6 أيام، وهذا هو الوقت أو 7 أيام. يعطيك هنا يعني مدة أسبوع، ويعطيك هنا الوقت بشكل تنازلي إلى أن يصبح سوف حينها تقوم بالضغط على upgrade now، أو تقوم قبل أن تقوم بانتهاء الوقت تقوم بعمل upgrade now. فسنشاهد فقط الأسعار الخاصة بهذا الموقع. اوكي، فبالنسبة للرسالة فهي تظهر معك بهذا الشكل. هنا يعني تضغط على set your password here. هذا فيديو تعريفي يعني في حال لم يكن لديك الجوجل كونت تقوم بتنزيله من خلال هذا المكان. سأقوم على set your password here إلى أن تظهر معي هذه الصفحة. هنا loading. أوكي، سأقوم هنا بكتابة الباسورد، أعيد كتابته وسأوافق على الشروط والقوانين الخاصة بهذا
الموقع. اوكي انغشتر. هذه هي واجهة الموقع الخاصة بك. هنا تكسب ايام، سانتظر قليلا. اين تركناها؟ اوكي تركناها في الاوفرت. هنا يعطيك لمدة شهر تقوم بدفع 35 دولار لمدة شهر على خدمة التي يقوم بتقديمها لك الموقع. هنا يعطيك يعني على انه يوفر لك في الفيديو الهاي كاليتي او يعني جودة جيدة والسرعة. يعني هناك خيارات يقوم بإعطائها لك بمجرد أن تقوم بإنشاء أو بإشياء يعني عضوية في الموقع. كانت 47 والآن أصبحت 35 دولار للشهر، تقريبا 350 درهم للمغرب. أوكي سأرجع مرة إلى هنا وسأشاهد هنا يعني جيتين ستاندر في هذا المكان من أجل مشاهدة الفيديو الأول، الفيديو الثاني، الفيديو الثالث. كل هذه الفيديوهات هي تعريفية و حتى تشاهد يعني الفيديوهات. أوكي حتى تشاهد الفيديوهات يعني كيف يتم استخدامها في ال يعني في هذا الموقع. يعني أنت ستقوم بإنشاء مثل هذا الفيديو الذي تشاهده معي الآن من خلال تتبعك لهذه المراحل. هناك العديد من الميزات والعديد من الاوبشن التي يقوم بتقديمها لنا الموقع. لن اقوم بشرح كل هذه الخيارات، فقط يعني ساقوم بشرح يعني بعض الميزات وانت تتعرف يعني على جميع الميزات في هذا الموقع من خلال عملك عليه. تشاهد معي هنا يعني كريت انو فيديو في هذا المكان من اجل انشاء يعني الفيديو جديد. في حال كنت سابقا وان قمت بعمل انشاء الفيديو فقط تقوم بإيجاد يعني الفيديوهات التي قمت بإنشائها في هذا المكان. على العموم يعني سأقوم بالضغط على كريت أنيو فيديو. أوكي هذه بعض التمبلت أو بعض القوالب التي يمكن لك أن تقوم بإنشائها. يعني هذه بالنسبة للقوالب الخاصة بالسوشيال ميديا، يمكن لك أن تقوم بالضغط مثلا هنا ومشاهدة الفيديو كيف يبدو هذا القالب. تقوم بأخذه كما هو على هذا الشكل وحينها يعني تقوم بأخذ هذا القالب وحينها تقوم بالتعديل عليه واستخدامه فقط من خلال استعمالك ليوز ديز تمبلت. اوكي جيد. مثلا هذا الفيديو اوكي على هذا الشكل ستشاهده معي الآن. يعني حتى الفيديوهات التي تظهر معك هي الآن والفيديوهات التي تقوم بتنزيلها يعني في قناتك على اليوتيوب فهي خالية من حقوق طبع النشر، أي أنه يمكن أن تقوم أنت بإنشاء الفيديو ويصبح حقوق طبع النشر يعني خاصة بك أنت. الخيار الثاني وهو خاص بفيديو from article or blog or post. يعني هذه الفيديوهات هي خاصة الارتيكل او البلوج بوست اوكي اي منشورات خاصه بالبلوج خاص بك او المواضيع. اوكي سنشاهد كيف. يعني حتى الحديث فهو يظهر معك بمعنى انك ستقوم فقط بكتابة السكريبت وتقوم بإعطائه لهذا الموقع حين يحوله لك الى صورة وفيديو. كل ما عليك فقط هو ان تقوم بأخذ سكريبت ما وتقوم بوضعه في الموقع. صار فيديو اوكي. كذلك هنا فيديو for my online course. كذلك يعني هنا بالنسبة للمنازل يعني في حال يعني كنت تريد أن تقوم بوضع يعني إعلان لموقعك يبيع المنازل أو يقوم بكراء يعني منازل أو شيء مثل هذا فيمكن استعمالك أحد هذه التمبلتات الموجودة في هذا المكان. هنا فقط تقوم بالدخول إلى السكريبت من أجل إنشاء سكريبت. تقوم فقط بالضغط على رايت أو باست يور فيديو سكريبت يعني بحيث أنك تقوم بالذهاب إلى موقع ما. مثلا سأقوم هنا لا مثلا سأقوم بأخذ يعني أي
مقالة، سأقوم فقط على سبيل المثال، يمكن أن تذهب إلى مواقع إخبارية تقوم بأخذ يعني المقالات الموجودة في المواقع الإخبارية. نحن سنقوم فقط بتجربة على مثلا على هذه الباراجراف. أوكي، سأقوم بوضعه هنا. فللمعلومة فقط، الموقع لا يدعم اللغة يعني العربية، هو فقط يدعم اللغة الإنجليزية. يعني تضغط على create في هذا المكان وتنتظر إلى أن تظهر معك هذه الواجهة. أوكي، هكذا يظهر الفيديو، فيظهر الفيديو بهذا الشكل. يعني كما قلت لك، فقط تقوم باختيار يعني البلاتفورم. هنا سأختار هنا layout، وهنا style، هنا كل هذه الخاصيات. يعني يجب علي أن أقوم بشرح لك الكثير من الأشياء. على العموم، يعني هنا في السيرش فيديو تقوم بأخذ يعني فيديو. مثلا نحن نتحدث مثلا عن مثلا، اوكي، ساقوم مثلا اتحدث مثلا على السيارات. اوكي، ساقوم فقط بكتابة في السيرش كار، وساقوم باخذ هذا القالب بحيث ان القالب سوف يظهر معنا بهذا الشكل الذي تشاهده معي الان. اوكي، ساقوم بمشاهدته على هذا الشكل. الارتيكل تظهر معك بهذا الشكل. هنا كذلك يعني الاقتراحات التي يقوم بوضعها لك عندما تقوم بعمل السيرش. هنا في نسبة للكليب يعطيك هنا جميع الكليبات الموجودة بهذا المكان. أي كليب، أي صور المتحركة والتي تظهر معك بهذا الشكل. يمكن أن تقوم بوضع يعني أي صورة أو 2 صور أو 3 على حسب ما تريد. يعني كما تشاهد معي تظهر معك بهذا الشكل الجميل ورائع. أو يمكن لك فقط أن تقوم باختيار أي صورة تقوم ب او فيديو، او حتى في حال كنت تريد ان تقوم بوضع يعني صورة لا تتحرك، اي صورة ثابتة، فقط قم باختيار هنا الايميج بحيث انه يقوم بعزل لك فقط الصورة الثابتة. اوكي، على العموم سنقوم بالرجوع فقط الى سكريبت edit this script اوتوماتيك. اوكي، ساشاهد كل هذه الاشياء. اوكي، ما تبقى لنا الان يعني بعد ان قمنا باختيار الفيديو، كل ما تبقى لنا هو اختيار الصوت. على العموم يعني بريفيو يور فيديو هنا بالنسبه للميوزك، بالنسبه للاوتو فويس، بحيث انك تقوم باختيار يعني اللغه التي تريدها، يعني سواء انجليش في الولايات المتحده الامريكيه او المملكه المتحده او حتى الاسترالي. سنقوم باختيار مثلا اي شخص هنا يقوم بالتحدث، مثلا اوسكار، وساقوم بالضغط على بلاي سامبلي حتى اشاهد. Hi, my name is Oscar and I would love to read the script for your video. اوكي، so sit. Hi, my name is Harvey. اوكي، ساشاهد هذا. يعني كل هذه الاصوات يمكن لك ان تقوم بإسمها. Hi, my name is Olivia and I would love to read the script for your video. Hi, my name is Anna and I would love to read the script. Hi, my name is Heidi and I would love to read the script for your. أظن أن أوسكار هو بالنسبة لي شخصيا أعجبني في طريقة التحدث. Hi, my name is Oscar and I would love to read the script for your video. Your video، بحيث أنني سوف أنتظر إلى أن يتم قراءة المقالة التي قمت بإعطائها له، حتى يتم قراءتها وحتى يتم إعطاء الفيديو بالشكل الجيد. هناك الكثير والكثير من المميزات في هذا الموقع، اختيار الألوان، اختيار يعني الصور، اختيار كل شيء. يعني ستقوم بالعمل في هذا الموقع وحينها ستكتشف، كل مرة تكتشف شيء، وهذا يأتي كذلك يعني بعد التحديثات التي سوف يقوم بإعطائها الموقع. أوكي، سأقوم بمشاهدة الآن. I reached out to awesome people at BuzzSumo to let us go behind the scenes for the main ingredients to تشاهد معي الآن. يعني طريقة التحدث هي طريقة ليست بروبوت روبو، يعني مثل التي تشاهدها مثلا في جوجل ترادكشن، طريقة يعني قريبة جدا للروبو. فهذه الكلمات أو هذه الموقع، هذا الموقع يعطيك يعني طريقة التحدث بشكل رائع جدا. بعد أن تقوم بعمل يعني كل هذه الخطوات يعني التحكم يعني عن طريق يعني الصوت وعن طريق الكثير من المميزات التي يمكن لك أن تعرفها
يعني من خلال استعمالك لهذا الموقع ومن خلال تجربتك هذا الموقع أن فقط الآن أريك أهم الخاصيات. أنت فقط كل ما عليك هو البداية وتقوم باكتشاف بعض المميزات أخرى. يمكن أن أقوم بشرح لك جميع المميزات في هذا الموقع لأنه سوف يقوم بأخذ لي الكثير والكثير من الوقت. على العموم يعني أتمنى يكون فيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التوصل دائما بجديد القناة. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.